تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات لبحث تطورات الأوضاع على الساحة الفلسطينية والجهود الجارية لوقف التصعيد العسكري الجاري. وتوافق الرئيسان على أهمية تكثيف التنسيق والتشاور ودفع الجهود الدبلوماسية الرامية لخفض التصعيد والعنف لحماية المدنيين وحقن الدماء والشروع في مسار تحقيق السلام الشامل والعادل والمستدام لضمان الأمن والاستقرار في المنطقة. تلقى وزير الخارجية سامح شكري اتصالات هاتفية من وزراء خارجية كندا والمجر وهولندا لبحث وقف التصعيد بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، حيث أكد شكري التزام مصر بمواصلة بذل كافة الجهود من أجل تحقيق التهدئة والوقف الفوري للتصعيد في قطاع غزة والمناطق الأخرى، وضرورة تكاتف جهود جميع الأطراف الدولية لتحقيق هذا الهدف باعتباره الأولوية في المرحلة الحالية. أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، والذي استهدف مدرسة تابعة لوكالة الأونروا تأوي مئات الفلسطينيين الذين نزحوا من منازلهم، داعية العالم والدول والجهات الأممية المختصة لمراقبة جرائم الاحتلال والمجازر التي يرتكبها بغطاء من المجتمع الدولي. قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين عن أونروا أن أكثر من 123 ألف فلسطيني داخل قطاع غزة نزحوا بسبب القصف الإسرائيلي، مضيفة أنه من المرجح أن تزداد الأعداد مع استمرار القصف، ومشيرة إلى أن مدرسة تابعة للأونروا تأوي عائلات نازحة في قطاع غزة تعرضت للقصف المباشر، مطالبة بحماية المدنيين والتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار، مشددة على ضرورة تجنيب المدارس وغيرها من البنى التحتية المدنية. تجددت الاشتباكات بين مقاومي حركة حماس وقوات الاحتلال الإسرائيلي داخل بلدة بئيري ضمن عملية طوفان الأقصى التي أعلنها الجناح العسكري للحركة، وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة إلى 493 شهيداً في القطاع، منهم 91 طفلاً و61 سيدة وإصابة 2271 حالة، فيما أعلن الإعلام الإسرائيلي مقتل ما لا يقل عن 700 إسرائيلي وإصابة أكثر من 2382 آخرين. ناقشت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب مشروع قانون لمنح تيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج بشأن استيراد السيارات تمهيداً للعرض في الجلسة العامة بمجلس النواب للتصويت عليها، حيث أوضحت وزيرة الهجرة أن هذه المناقشات تهدف إلى السماح بإعادة العمل بمبادرة استيراد السيارات للمصريين العاملين بالخارج الذين لم يستفيدوا منها في المرة الأولى، وذلك لمدة 3 أشهر من تاريخ إصدار القانون حال الموافقة عليها.